بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نتناول فيه اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مجموعة من الأسئلة الواردة إلينا عن طريق شبكة المعلومات العالمية في موقع البرنامج، ونتناول كذلك الأسئلة التي تأتي منكم. فحلقتنا اليوم لا تحمل عنوانا معينا، وإنما هو مفتوح لكل الأسئلة التي ترغبون في طرحها على سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. من ضمن الأسئلة الأخت أم عبد العزيز تقول: كيف يمكنني التصرف مع زوجي الذي اكتشفت وللمرة الثانية أن له اتصالات مع امرأة أخرى، ويتم بينهم تبادل الرسائل الخليعة التي لا يسمح بها ديننا ولا أخلاقنا ولا تربيتنا، وتتغير معاملته لي من فترة لأخرى ولا أعرف السبب، لدرجة الإهانة والإذلال، ويقول أنا جبت الشغالة لي ولبناتي، وغيرها من العبارات التي تهين كرامتي كامرأة. لا أدري ماذا أفعل، أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأشركة الزوجية يجب أن تكون بالمعروف، وللمرأة من الحقوق على الرجل مثل ما له عليها، والله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، وهي درجة القوامة التي فيها أيضا حفاظ على كرامة المرأة وصون لشرفها ومراعاة لفطرتها. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى جعل حسن المعاشرة من الرجل لامرأته من مقتضيات الدين الحنيف ومن ضرورات استقامة هذه الحياة، الحياة الأسرية والحياة الاجتماعية. والله تعالى يقول: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وليس للإنسان أن يهين امرأة أو أن يضايقها أو أن يضطرها إلى الافتداء من أو أن يأتي بأي معاملة تجرح شعورها وكرامتها أو تؤثر عليها من ناحية مالية أو تؤثر عليها بهضمها أي حق مادي أو معنوي من حقوقها، فإن ذلك مما ينافي الأشرة الحسنة التي تطلب من الرجل في حق المرأة. هذا مع هذا كله، فإن على كل منهما أن يكون وفيا للآخر، وأن يكون مراعيا للحقوق الواجبة فيما بينه وبين ربه تجاه الآخر. ولا ريب أن خروج الرجل عن الآداب والحشمة هو أولا هتك لحرمة الدين، وخروج عن ما فرض الله سبحانه وتعالى على الناس من العفاف، وألزمهم من التمسك بالأخلاق. ومع هذا أيضا في ذلك إساءة إلى الطرف الآخر، فإذا كان هذا الإنسان يقدم بسوء نيته وانحراف سلوكه إلى الاتصال بامرأة أخرى، فلا ريب أن ذلك يخل أيما إخلال بدينه، وذلك مما لا يجوز حتما، وهو فتح لباب الفساد على مصراعيه. فأولا نحن نطالب هذا الرجل ونطالب تلك المرأة التي يتصل بها أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص كل منهما على التزام سبيل الحق، وأن يدع كل منهما السلوك في مسالك الشيطان، فإن الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وعلى هذه المرأة، أي الزوجة، زوجة هذا الرجل، أن تحرص أولا على رد زوجها إلى حضيرة الحق ودعوته إلى الاستقامة على النهج السوي، ولها وعليها أن تستعين من أجل ذلك بخاصته وقرابته،
وأن تكشف هذه الحالة التي اطلعت عليها إلى هؤلاء الخاصة والقرابة، لعل تأثيرا يكون منهم عليه، فهم مطالبون أن يدعوه إلى الحق وأن يأمروه بالمعروف وأن ينهوه عن المنكر وأن يحذروه من سلوك هذه المسالك التي لا تؤدي به والعياذ بالله إلا إلى السعير. فإن استجاب فذلك، وإلا فلها الحق أن ترفع عليه دعوة في المحكمة، فإما أن يعتدل وإما أن يترك، إما أن يترك هذا أو ذاك، إما أن يترك هذه المسالك الملتوية ويستقيم على الحق، وإما أن يترك الحياة الزوجية بينه وبين هذه المرأة بتسريحها بالمعروف كما فرض الله سبحانه وتعالى عليه. فنحن ننصحها بسلوك هذه الطرق من أجل الوصول إلى ما يريحها إن شاء الله، إما أن يريحها من هذه المعاملة السيئة، وإما أن يريحها من هذا الرجل وشره إن أصر على باطله وأخلد إلى هواه. جزاكم الله خير سمحة الشيخ. نستقبل مباشرة المكالمات. الأخ ماجد القهضمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم سمحة الشيخ؟ الحمد لله حق حمدي. لدي سؤالا. تفضل. في التفسير. نعم. السؤال الأول أسأل عن تفسير قوله تعالى في سورة صاد. نعم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. نعم. والسؤال الثاني أيضا في سورة صاد. تفسير قوله تعالى، قوله تعالى إن سخرنا الجبال معه، لما ذكر عن سيدنا داود عليه السلام. نعم. إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. فما وجه هذا التسبيح؟ هل يعني كان سيدنا داود يفقه تسبيح الجبال، أو هل كان يعني مسموع صوت الجبال تسبيح عندما كان سيدنا سليمان يعني يسبح؟ نعم، داود عليه السلام. نعم، سيدنا داود عليه السلام. نعم. طيب، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. من؟ طيب، على كل حال نستقبل المكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عافاك الله وأبقاك. كيف حالك؟ الحمد لله، أشكر الله. بغينا نفضلك نستفسر من سماعة الشيخ. أخ وصين تفضل، أهلا بك. بغينا نستفسر من سماعة الشيخ. تفضل. تفضل نسمعك. أنا عندي زوجتي شيء ما صاحي يعني. نعم. كل يعني يجيها حق المرة حد يقول شيء يعني، وما فاهمين صراحة. نعم. إيش يعني دلنا الشيخ بأمور هذا الأمور؟ على كل حال الشيخ لم يقف على الحالة هذه التي تتحدث عنها قبل قليل، لأن هي لكن إيش يعني المشكلة يعني؟ صاحية. تفضل. هي بتكون يعني صاحية، بيجيها حالات يعني كنا خوف كنا هذا، ونروح عند ناس ونروح عند كذا يقولون حاجات يعني صراحة ما فهمي. طيب يعني. طيب، على كل حال واضح سؤالك الأخ حسين، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. طيب، من ضمن الأسئلة سمحة الشيخ، الأخ أبو فاطمة يقول: أنا طالب أدرس في الطائف بالسعودية، وقد ذهبت لأداء العمرة، وعند عودتي في الطريق تذكرت أنني لم أطف طواف الوداع، وذلك بعد خروجي من مكة، فماذا علي؟ لا ريب أن الإنسان لا ينبغي له أن يخرج من مكة المكرمة إلا بوداع، سواء كان حاجا أو معتمرا. أما الحاج فإن هذه سنة ثابتة، وأما العمرة فإن أكثر العلماء أو كثير من العلماء قاسوا هذا النسك على نسك الحج، فقالوا بأنه كما يودع الحاج عندما يخرج من مكة المكرمة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر أهله بالبيت، فكذلك المعتمر، لأن العمرة نسك كالحج، وقد جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في قوله: وأتم الحج والعمرة لله. وكثير من العلماء يرى أن ذكر الشيء مع قرينه يجعلهما مشتركين في الحكم، وهذه الدلالة التي تسمى بدلالة الاقتران عند الأصوليين، كما يقول الإمام السالمي رحمه الله: وبعضهم أعطى القرين مثلما أعطى قرينه من الحكم علما. و
هناك رأي آخر بأن العمرة ليست للحج ولا تقاس على الحج، فبما أن هذا الرجل لم يكن قصده الإخلال بشيء من المناسك وقد خرج، وهناك قول يتوسع في الأخذ به وهو القول بعدم وجوب الوداع على المعتمر، وقد تذكر هو من غير قصد أن يأخذ بهذا، ولكنه تذكر في طريقه، فنرجو أن لا يكون عليه حرج، إذ الواقع في مثل هذه الأمور يفتى بالرخص بخلاف الذي يبحث عن الرخص ويفتش عنها. نعم. الأخ عبد الله يقول بحث عن إجابة سؤاله الذي يأتي بعد قليل بإذن الله تعالى، وأعياه الطلب بسبب كما يقول تضارب الآراء واختلاف النظر فيه. يقول: ما قول سماحتكم في موظف في شركة وفرت له السكن إجبارا وباستقطاع من راتبه؟ السؤال: هل يجوز له أن يؤجر البيت دون علم الشركة مع مراعاة التالي: 1- لم يصرح في العقد بينهما المنع بذلك، ولكن الشركة معلوم أنها تمانع وتحاسب من يفعل ذلك. 2- الأصل أن الشركة استأجرت البيت من مالك حقيقي وهي تقوم بصرفه لموظفيها، فهل يجوز أن تؤجر البيت للموظف بدون إذن المالك الأول مباشرة؟ والسؤال الثالث أو ثالثا: يعلم الله شدة حاجتي للمال، والشركة لا ترضى بإعطائي بدلا ماديا للبيت، وماذا عساني أستفيد من سكن عائلي وأنا وحيد هنا؟ 4- أتكلف كثيرا للسفر إلى بلادي وإيجار البيت يساعدني كثيرا. 5- وما قولكم في تأجير حجرة مستقلة منه؟ ثم: ما هي الطريق المثلى في نظركم إن أردت تأجيره؟ هل من ميسرة؟ الجواب: إن المعلوم أن الأمور لا تتوقف كلها على العقود، فهناك أعراف تتبع، وقد قال العلماء بأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه ولا ريب إن سلم المسكن له إنما تراء حالته، فهو إن أجره لغيره لا يدري ذلك الغير كيف يكون تصرفه، وماذا عسى أن تفعل الشركة عندما يكون ذلك الغير يسيء المعاملة أو معاملة هذه الشركة بحيث يستخدم البيت استخداما لا ترضى هي به، أو فيه شيء مما يكلفها شططا ومشقة. كل ذلك مما يقتضي بطبيعة الحال أن لا يتصرف في البيت إلا إن أذنت تلك الشركة. على أن العلماء قالوا بأن أحدا لو استأجر بيتا من جانب لأجل السكنة فليس له أن يؤجره شخصا آخر إلا بإذن المالك. وفي هذا أيضا جواب لطرف آخر في هذه المسألة، فنحن نرى أن هذا الرجل بما أنه استؤجر له هذا البيت لا يجوز له أن يؤجره لغيره، ومهما كان فإنه الأولى له أن يطلب من الشركة بأن تسكن في هذا البيت شخصا آخر من موظفيها، وأن يأخذ هو بدلا من السكن وحسبه ذلك، والله يغنيه. وفي التزام أخذ الشيء بطرقه الشرعية ما يغني عن اتباع المسالك الملتوية من أجل التوصل إلى ما لا يرضى به طرف في التعاقد من أجل العمل. وماذا يعني لو أجبرته الشركة كما يقول، هي تجبره على أن يسكن في ذلك البيت وتستقطع من راتبه مبلغا معينا؟ في الأصل أنها ليس لها جبره على هذا، وعليهما أن يتفق على اتفاق
يكفي عن ذلك. إذا كانت هي ليس لها جبر على هذا من ناحية شرعية ليس لها ذلك. أم أحمد تقول: أحمد أرضعته جدته أم أبيه وخطب ابنة عمته، وتكون جدة ابنة العمة شريكة لجدة أحمد، بمعنى الجدات مختلفات، هل يجوز هذا الزواج؟ الجواب لا يجوز، لأن اللبن للفحل، فكل من رضع من امرأة فهو ابن لزوجها، ولذلك يحرم عليه أن يتزوج ببنات ذلك الزوج من المرأة الأخرى، كما تحرم عليه جميع النساء اللواتي يحرمن عليه من قبل أبيه الذي ولده، لأن الرضاعة كالنسب، فتحرم عليه أم ذلك الزوج لأنها جدته، وتحرم عليه أخت الزوج لأنها عمته، وتحرم عليه عمة الزوج لأنها عمة أبيه من الرضاعة، وتحرم عليه خالة الزوج لأنها خالة أبيه من الرضاعة، وتحرم عليه الزوجة الأخرى لذلك الزوج لأنها زوجة أبيه من الرضاعة، وتحرم عليه أيضا جميع بنات ذلك الزوج ولو كن من غير تلك المرأة المرضعة. والأصل في هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها التي قالت: إن أفلح أخ أبي القعيس وعمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال: أذني له، فإنما الرضاع مثل النسب. والحديث هو في مسند الإمام الربيع بن حبيب، وقد رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما، وفي روايتهم زيادة، وهي أنها أي أن السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها راجعت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال لها: إنه عمك فليلج عليك. وجاء في صحيح مسلم: وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. وأيضا في صحيح مسلم أنها قالت لأبي القعيس: من أين صرت عمي؟ قالت لأفلح أخي أبي القعيس: من أين صرت عمي؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. فردت عليه: أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه عمك فليلج عليك. فهذا دليل على شيوع الحكم، وقد أخذت الأمة بهذا إلا من شد. ولذلك يعظم النواجذ على هذا القول، ولا يجوز مثل هذا النكاح، فليتقوا الله وليبحثوا لولدهم عن زوجة أخرى، والله تعالى المستعان. نستقبل المكالمات. الأخ سالم السعدي. الأخ سالم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ سالم، الله يبارك فيك، تفضل الأخ سالم. مساك الله بخير شيخ أحمد. مساك الله بخير عفو، الحمد لله. بارك. سؤالي أخي عن شو اسمه، الله يبارك، سؤالي عن صلاة الفريضة، الدعاء بعد الصلاة الإبراهيمية يعني. نعم. تخفض صوت التلفزيون إذا سمحت لأخ سالم. بعد الصلاة الإبراهيمية يعني إذا كان إن شاء الله. تفضل. بعد الصلاة الإبراهيمية يعني هل يجوز أنك يعني تقرأ الدعاء اللهم يعني عن أعوذ بالله من عذاب القبر وفتنته ومن هذا في الفريضة يعني، أو طيب. بس يقتصر على السنة. جميل. سؤالك طيب. الثاني، عندك سؤال آخر الأخ سالم؟ أحسنت، جزاك الله شكرا جزيلا، بارك الله فيك. أحسنت. الأخ وليد البطاشي أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ وليد، الأخ سيد، كيف الحال؟ الحمد لله، نشكر الله، عافاك الله. الحمد لله، تفضل أخ وليد. لسماحة الشيخ، بارك الله فيكم، تفضل. بس عندي سؤالين أخ سيف. كل سرور الأخ وليد، تفضل. هل على المسلم أن يصلي تحية المسجد إذا دخله أثناء خطبة الإمام من يوم الجمعة؟ طيب. وإذا تأخر الخطيب يوم الجمعة بعض الوقت، فهل عليه شيء إذا تخطى رقاب المصلين ليصل إلى المنبر، لعدم وجود باب يوصله إلى المنبر من غير تخطي رقاب المصلين؟ نعم.
سؤالي الثاني، ما حكم صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة بسبب فواتها على الفرد من غير تعمد؟ بالنسبة لسؤالك الأول الذي يتخطى الرقاب، من؟ الإمام. الخطيب؟ الخطيب، نعم. طيب، يعطيكم ألف عافية ومشكورين على البرنامج. شكرا جزيلا. شكرا، مع السلامة. آخر مكالمة في هذه الدفعة الأخ محمود مندري. محمود المندري، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ محمود. كيف حالك سماحة الشيخ؟ الحمد لله، حق حمدي. عندي سؤالان لو تسمح وطلب. تفضل، سؤالان. أولا، السؤال الأول، يعتقد بعض الناس أن الأجازة الصيفية هي فترة ترفيه واسترخاء وترويح عن النفس، فيقضيها مثلا في النوم أو في مشاهدة التلفاز أو في الألعاب الإلكترونية. نعم. فما هي الطريقة المثلى لاستغلال الأجازة الصيفية؟ وما هي نصيحة سماحة الشيخ لأولياء أمور طلبة؟ طيب، السؤال الثاني لو اسمح. نعم. ظهرت في هذه الآونة خصوصا ظاهرة غريبة على مجتمعنا. نعم. في الأعراس، فمثلا نلاحظ أن بعض الناس يرسلون بناتهم لمسافات بعيدة لعمل الزينة خارج، وقد تكون خارج الدولة، من أجل أن تقوم نساء أجنبيات بتزيين هذه المرأة. نعم. طبعا العرس، وأيضا تقام هذه الحفلات في فنادق كبيرة ضخمة تكلف مبالغ باهظة. نعم. ونلاحظ أيضا أن الرجولة والحياة والكرامة والتمسك بالأخلاق فقدت من بعض الآباء. طيب، فما نصيحة سماحة الشيخ لهؤلاء الآباء؟ طيب، الطلب لو تسمح تخصص حلقة عن الرؤى، فمثلا نلاحظ بعض الناس ينكرون هذا العلم وهذا الفن. طيب، وبعضهم يغالي فيه. جميل، فنطلب يوم خاص لهذا الموضوع. طيب الأخ محمود، بارك الله فيك، إنما أختلف معك فقط في موضوع الظاهرة، هي ليست ظاهرة إن شاء الله، قد تكون حالات وسيجيب عنها سماحة الشيخ بإذن الله تعالى. طيب، الآن الأخ ماجد القهضمي يسأل عن الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان عليه السلام، ما حقيقته؟ القرآن الكريم أجمل، وجاءت روايات تدل على أن أحد عفاريت الجن تسلط على خاتم سليمان عليه السلام فلبسه، وكان من خلال ذلك تسخير الجن وتسخير الممالك له، فجلس على كرسي سليمان وأدار هذه المملكة، مملكة سليمان، فترة من الزمن. وهذا محتمل، فقد يكون هذا اختبارا وامتحانا من الله سبحانه وتعالى لعبده، إلا أن لا نقطع بذلك، لأن الدلالة على مثل هذه الأمور يجب أن تكون دلالة قطعية حتى يقطع بها، وإنما نقول بأن القرآن دل على هذا، على جلوس جسد، ألقي جسد على كرسيه، فلا يبعد أن يكون هذا الجسد كما قيل، ومحتمل أن يكون هناك شيء آخر لم يكشف الله ستره ولم يبينه لنا، والله تعالى أعلم. والإنابة هنا ما معناها أيضا؟ الإنابة الرجوع إلى الله. نعم. شأن كل نبي هكذا. نعم. لأن كل إنسان مطالب بأن يحاسب نفسه وأن يجعل كل ما يصيبه باعثا له إلى محاسبة النفس، إذ الإنسان معرض للخطأ ومعرض للنسيان، وقد يكون في ما يتعرض له من الزعازع والهزات ومن المكاره، قد يكون في ذلك تذكير له ودعوة له إلى التوبة. فالمؤمن شأنه أن يرجع إلى الله، المؤمن أواب، والجنة إنما أعدها الله سبحانه وتعالى لمن كان كذلك. الله سبحانه وتعالى أعدها لمن كان أوابا منيبا، لكل أواب منيب. فمعنى هذا أن المؤمن مطالب بهذا، فكيف برسول الله المصطفين الأخيار؟ نعم. طيب، سؤاله الثاني أيضا يتحدث عن حقيقة تسبيح الجبال مع داود عليه السلام. نحن نؤمن بأن كل شيء يسبح في هذا الكون، وإن كنا لا ندرك هذا التسبيح. الله سبحانه وتعالى يقول: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بعض العلماء قالوا بأن هذا التسبيح إنما هو عبارة عن دلائل هذه الكائنات على الله سبحانه وتعالى،
إذ كل ذرة من ذرات الوجود تدل على الله سبحانه وتعالى، وتدل على عظمته وكبريائه وجلاله وعلمه وقدرته وسائر صفاته العظيمة. إذ كل ذرة من ذرات الكون هي كلمة من كلمات الله شاهدة على وحدانيته ودالة على كماله. ومنهم من قال بل هناك تسبيح حقيقي ليس هو مجرد الدلالة، وهذا هو الذي نؤيده ونستدل له بقول الله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإن دلالة الكائنات على وجود الله سبحانه وتعالى أمر يفقهه الناس ويدركه الناس، فقوله سبحانه: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنما يدل على هذا، على أن في التعبير يفقهون بدلا من يفهمون أو نحو ذلك. أيضا ما يؤكد ترجيح هذا الرأي. فإن كلمة الفقه تدل على فهم الشيء الغامض، بخلاف كلمة الفهم هي أعم أشمل، تدل على فهم الشيء الظاهر وفهم الشيء الغامض. ولا ريب أن دلالة الكائنات على الله تبارك وتعالى أمر ظاهر ليس أمرا غامضا حتى يعبر بتفقهون، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا هذا يدل بدلالة بطبيعة الحال على أن هذا التسبيح وتسبيح حقيقي. ولا ريب بأن هذا ليس بدعا من الأمر. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الأشياء كلها تسلم له، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الكائنات تسجد له. يقول الله سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. ثم قال: وكثير من الناس. فإذا هناك سجود من هذه الكائنات، نحن لا نعرف طبيعة هذا السجود وكيفية هذا السجود، ولكن نؤمن كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وهناك تسبيح من هذه الكائنات، وقد أكد الله سبحانه ذلك في كثير من الآيات: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. كل ذلك مما يدل على أن التسبيح واقع. وليس هذا فحسب، الإنسان نفسه بطبيعة الحال كل خلية من خلاياه تسبح بحمد الله، بل كل ما هو أدق من الخلايا كالجسيمات ونحو، وما هو أدق منها مما تتركب منه الخلايا، كل من ذلك يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا بطبيعة الحال يدركه العلماء الربانيون، وإن كانوا هم لا يستطيعون أن يحددوا هذا التسبيح كيف يكون، ولكنهم يحسون وهم يسبحون بحمد الله أن ما في نفوسهم، ما في أبدانهم من خلق الله يتفاعل مع هذا التسبيح الذي تسبحه ألسنتهم. فهناك ألسنة شتى من هذه الكائنات لا يمكن أن تحصى هي تسبح بحمد الله. وهذا ما عبر عنه المحقق الخليلي رضي الله تعالى عنه عندما قالوا: عاين تسبيحي بنور جناني، فأشهد مني ألف ألف لساني، وكل لسان أكتلي من لغاته إذن ألف ألف من غريب أغاني، ويهدى إلى سمعي بكل لغية هدى ألف ألف من شتيت معاني، وفي كل معنى ألف ألف عجيبة يقصر عن إحصائها الثقلان، ولم أذكر الأعداد إلا نموذجا كأني في أوصاف متطراني، وإلا ففوق العد أمر منزه عن الحد يفنى دونه الملوان، ولا تتعجب إن عجبت فإنها حقائق صدقا ليس بالهذيان. فهو يقول بأنه يعاين تسبيحه بنور عقلي بنور جناني،
فيشهد منه ألف ألف لسان، أي مليون لسان، كل لسان يجتني من لغاته ألف ألف، أي مليون أغنية، أي حاجة تطرب النفس، وفي كل واحدة منها ألف ألف معنى، وفي كل معنى ألف ألف عجيبة. ثم يختصر هذا كله بقوله بأنه لم يذكر الأعداد إلا نموذج، وإلا فالأمر فوق ذلك، وسيفنى الملوان، سيفنى الليل والنهار من دون إحصاء هذه الحقائق. وهذا بطبيعة الحال ما يحدثنا به العلم الحديث. التقيت بأحد الأطباء وكان بيني وبينه حديث فيما يتعلق بكتاب ألفه قبل عشرات السنين بعنوان الطب محراب الإيمان، هو دكتور خالص جلبي، وكان هذا الكتاب في مجلدين، وفيه من عجائب خلق الله تعالى ما يحار منه العقل. وجدت ما ذكره في هذا، حتى قلت بناء على ذلك في بعض ما كتبت، بأنه بناء على هذا الذي قرأته من كتابي، لو وقف الإنسان حياته كلها لدراسة الخلية وما تشتمل عليه لا لا انتهى أمد الحياة من غير أن يستوعب أسرار هذه الخلية. ثم وجدت بعد ذلك ما يؤكد هذا المعنى، وجدت في مجلة المجتمع مقالا في عدد صادر في اليوم السادس من ربيع الثاني من العام المنصرم عام 1429، وجدت في هذا المقال بأن الجزيئة نفسها لو شرحت لملأ شرحها 900 ألف صفحة، 40 ضعف الموسوعة الطبية البريطانية. إن شاء الله. وهذا مؤكد ذلك. الدكتور خالص الجلبي الذي ألف هذا الكتاب، لما ذكرت له بأني اطلعت على كتابي وأجبت بمحتواه، قال لي هذه معلومات قديمة، وأنا وسعت الكتاب الآن في 10 مجلدات، ومع ذلك فهذه مجرد قطرة في بحر. وقال لي بأن خريطة الجينات التي اكتشفت سيستغرق شرحها 300 عام، لأن لغات العالم لا تتسع لها، وسيضطرون إلى وضع مصطلحات جديدة من أجل استيعاب أسرار هذه الخريطة التي اكتشفت. فإذا هناك في خلق الإنسان من العجائب ما لا يحصى، لما كان في خلق الإنسان من العجائب ما لا يحصى، فلا ريب أن الله سبحانه وتعالى يسبحه كل شيء. هذه آيات الله تعالى في الأنفس، فكيف بآيات الله في الآفاق؟ والله تعالى يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فخلق السماوات والأرض، خلق الكون أكبر، والآيات عظيمة، والله تعالى قادر على أن يفتح ذهن من يشاء من عباده، لا سيما الأنبياء المصطفين الأخيار، أن يفتح أذهانهم ليفهموا شيئا من هذه الأسرار، فإن ذلك مما يختص الله سبحانه وتعالى أولئك المصطفين. فلا يبعد أن يكون أسمع داود عليه السلام تسبيح هذه الجبال تسبيحا حقيقيا، وعاه داود وفهمه، كما علم الله سبحانه وتعالى سليمان منطق الطير، وكما علمه أيضا ما يقوله النمل، علمه لغة النمل. فإن ذلك مما يختص الله سبحانه وتعالى عباده به، عباده المصطفين الأخيار، والله تعالى غالب على أمره، ونحن نؤمن بهذا و نقطع أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله تعالى المستعان. سبحانه وجلت قدرته. شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائنا، فاصل أو وقفة بسيطة ثم نعود إليكم بعدها بإذن الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنت
كنتم لا تعلمون. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى. الأخ سالم السعدي يقول ربما يريد منكم يعني نصيحة له ولغيره في فهم هذه الحالات التي تأتي للناس، حالة الخوف، القلق، الأمراض النفسية التي يعني الاعتقاد بأنها تأتي من هنا وهناك، كثيرا ما يشغل بال الناس، فماذا نصيحتكم له ولغيره؟ نصيحتي للجميع بأن يتقوا الله وأن يكونوا موصولين بحبل الله تعالى، وأن يوقنوا بأن أي شيء في الكون لا يمكن أن يضر أحدا كما لا يمكن أن ينفع أحدا إلا بأمر الله. الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء وبيده ملكوت كل شيء. وأنصح هؤلاء أن يكثروا من قراءة القرآن الكريم، لا سيما الآيات التي فيها توحيد الله سبحانه وتعالى كآية الكرسي وخواتيم البقرة وخواتيم آل عمران وخواتيم آل عمران أيضا وخواتيم سورة الحشر، وكذلك كسورة الإخلاص والمعوذتين، وكذلك الآيات التي ترسخ هذه العقيدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى بيده تصريف الكون. هناك آيات، بعض الناس يذكر 7 آيات تتلى في وقت الصباح وفي وقت المساء من أجل حفظ الناس من 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 الشرور، منها قول الله، أولها قول الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والآية الثانية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم، والثالثة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الرابعة إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الخامسة وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم والسميع العليم. السادسة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. السابعة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وكذلك الإكثار في الخوف من قراءة سورة قريش لما فيها من ذكر الأمن الذي يضفيه الله سبحانه وتعالى على عباده، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، والله تعالى الموفق بإذن الله. كان ذلك الأخ سؤال الأخ غصين. أما الأخ سالم يسأل عن سالم السعدي يسأل عن الصلاة الإبراهيمية، الدعاء بعد الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، دعاء المأثور اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعوذ بك من عذاب الجنة. هذا دعاء مأثور وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه كما يعلمه سورة من القرآن كما جاء ذلك في مسند إمام الربيع من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. في الفرائض والسنن أم في الفرائض والسنن؟ نعم نعم. الأخ وليد أيضا يسأل الذي يأتي إلى صلاة الجمعة والإمام يخطب هل يصلي تحية المسجد؟ الجواب نعم، القول الراجح أنه يصلي، بدليل حديث سليك الغطفاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يركع 2 ركعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر عندما رآه يجلس بعد دخوله المسجد أمره أن يركع 2 ركعة. والخطيب الذي ليس له باب يوصله إلى المنبر مباشرة فيتخطى رقاب الناس، هذه ضرورة، ماذا عسى أن يصنع وكيف يتوصل إلى المنبر إلا بيتخطى الرقاب، مع أنه من السنة أن يأتي الخطيب متأخرا، ولكن ينبغي أن يكون هنالك باب
أن يراعي الناس هذا الجانب وأن يفتح أن يفتحوا للخطيب بابا حول المنبر. الأخت أو الأخ عين ميم ميم كما جاء الرمز تقول: امرأة زوجها أخوها وهي صغيرة وحلفت بالله إذا طلقها ستحمل مصاحف إلى المسجد، وفعلت عندما طلقها زوجها، فهل لها ذنب في هذا الحلف؟ هذا جمع بين الحلف والنذر، لعلها كانت تعاني من وجودها مع هذا الزوج وكان يسيء إليها، أو كانت غير منسجمة معه وغير قادرة على أداء حقوقه، فهذا نذر أكد بيمين فعليها الوفاء به، لأن في ذلك طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. أخ محمود، ربما لأن الوقت بقي منه القليل، في دقيقة على الأقل، كيف يستغل الإنسان الإجازة الصيفية ويثمر وقته فيها بما يفيد؟ الإجازة الصيفية يجب أن تستغل في الخير، من كان غير حافظ لكتاب الله فليتحفظ فيه كتاب الله، ومن كان عنده فرصة لدراسة العلوم الشرعية لا سيما فقه العبادات ولا سيما العقيدة الصافية، العقيدة الإسلامية التي ترسخ حب الله تعالى والتعلق به والتحرر من التعلق بغير الله والإيمان بالله تعالى وبما أنزل، كذلك ينبغي أن يهتم الناس بذلك، وكل ما ينمي في الإنسان الفضائل ينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة لتعلمه وتعليمه أيضا بين الناس. نعم، جزاكم الله خير سمحة الشيخ، شكرا لكم على هذا العطاء الثر. أعزائنا الكرام، في نهاية هذا اللقاء نشكر سمحة الشيخ كما استمعتم قبل قليل إلى هذه الإجابات الطيبة، ونبين بأننا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنتحدث عن موضوع مهم، حيث وردت إلى البرنامج مجموعة من الطلبات من أخوات مثقفات واعيات يرغبن أن يتحدث سماحة الشيخ في هذا البرنامج إلى أوليائهن في موضوع العضل وفي موضوع إجبارهن على أن يتزوجن من أبناء العشيرة فقط دون غيرهم، وفي ما يقوم به البعض من تزويج البنات وهن صغيرات أو من التدخل في أمر زواجهن. هذا الموضوع بإذن الله تعالى سنتحدث فيه بشيء من التوسع في الحلقة القادمة. نشكركم على حسن المتابعة والإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.